أعلنت وزارة النقل التنسيق مع كافة الجهات المعنية لخدمة رواد منتدى اليوم العالمي للمدن بمدينة الإسكندرية، حيث أتمت الوزارة الاستعدادات الخاصة بتوفير وسائل نقل حديثة صديقة للبيئة. أشارت الوزارة إلى أنها أعدت خطة تشغيل تفصيلية لنقل رواد المنتدى بالمجان خلال فترة انعقاده، وتعمل على مراقبة الخدمة المقدمة وجودتها من خلال غرفة التشغيل التابعة لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.